تبرعت بدمك قبل كده؟ تتبرع بيه ليه؟ الناس اللي بعضيها بيه، انا قلت يمكن حد محتاج دم ولا حاجه، وانا عندي شويه دم زياده كده من كتر الغزل، فقلت يعني. ايوه بس انت شكلك هفتان قوي. ما تاخدش على شكلي بيه، انا شكلي كده صحيح، بس عندي دم يعني ودم حامي طب احنا دلوقتي بنركز على فصيل الدم وانت فصيلتك ايه بيه؟ ودي مش مطلوبه قوي. هتنطلب بيه، احنا الموسم ده موسم حوادث وهتفرج باذن الله، وبعدين الفصيله بتاعتي هي فصيله الاغلبيه، يعني الناس كلها يعني. لا بس الله يخليك، مراتي وابني مش لاقيين ياكلوا. طب تعالى. لك ما كده. مالك؟ مالك يا بودة؟ شكلك متضايق ليه؟ أبدا الحكاية مقفلة معايا بشوية جمالات. بعدين زينب والواد. إيه؟ كان على عيني يا أخويا. بس أنت عارف الراجل زيهم جوز، الله يخرب بيته، مشطب عليا أول بأول، منه لله. هو أنا هلاقيها منين ولا منين؟ منك ولا من زينهم؟ خلاص 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 يا جمالات. أنا مش عايزة زينهم يعيرني بيك، الهتبتين اللي بنزل أبيعهم برجع بيهم تاني. طب أعمل إيه؟ رايح فين؟ اقعد اشرب الشاي. يعني انت زعلت مني؟ قامت يا حاج الوحشه دي، قامت تقرف في مرحب منظر اجدع من عشره زي استاذنك. مع السلامه يا زي اختك راح على فين؟ معلش يا دوب ولا قرفت من شكلها اللي يقرف؟ عيب يا راجل الله يكون في عوني. روح انت يا ابو الدهب. بالك لو جوزتها يومين. روح انت، سيبك منك، ده راجل مجنون. هتمتحن. سلم على زينب والولد. هعدي عليكم. مع السلامه يا ابو الدهب. اهلا يا وحشات. جاتك 60 نيله في ملفظك الوسخه. ابن. ابن يا اخويا. باللي اداهولي كفوف. ما تقوليش حاجه، والهتبتين اللي بعتهم خدت فلوسهم، عايز ايه تاني؟ يا شيخ ده روحي جاتك نيله. جاتك 60 نيله. الدرجه دي فلوس. شريخ مريخ يضرب الارض يطلع بطيخ. عليا اللي مستحمل قرفك، اللي ما جيت في يوم لقيتك عامله لي ذكر بط جوز الحمام حلوين. على ايه يا خاطره؟ على شويه ملوخيه، شويه باميه، شو 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 شوف الراجل يخيبك وانت بتنام جنبي زي خالتي، مالكش عازه، جاتك القرف. الشاي معلمين. مرحبا ابو الدهب، انت فين يا جدع انت؟ بقالك ثلاث ايام ما ظهرتش، ده انا قلبت عليك الدنيا ومش عارف بيتك. خير. خير وكل خير، دي فرجة بالقوي. المعلم هريدي تاجر البني بالجمله شافك قاعد عندي، سأل عليك ولما عرف ظروفك وافق انه يشغلك عنده حلو. بجد؟ بجد؟ ده بجدين. يلا بينا نروح له. قوم معايا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قول لي يا ابو الدهب يا اخويا. انا سليم. انت بتعرف تسوق؟ انا كنت بسوق في الجيش بس معيش رخصة. نعمل لك رخصة عشان تبقى تودي البن للزباين ان شاء الله وتكسب عيش بعرق جبينك. ربنا يسترها معاك يا معلم. انا حاسس انك هتنفعني قوي. وانا تحت امرك. نبي ابن حلال اوعى عم هريدي ده يا ابو الدهب. قوي قوي يا زينب. بيحبني ومؤمن لي. صدقي اداني 10,000 جنيه اوصلهم لمستورد البن. شوف يؤمن لي قد ايه. طبعا هو هيلاقي امن منك فين؟ نبي مش انا قلت لك انها هتفرج يا ابو الدهب؟ يا النبي قلبي ده عمال يرف كده يا ابو الدهب. يلا استنى عشان ايوه اصل رجلي. لا ما هيقلق يا رجلي، عارف انت لو انت لا رجلك رجلك. طيب معلش 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 بس دماغي. أنا قوم أعمل شاي يا زينب. إيه؟ قوم أعمل شاي. ليه؟ ليه؟ أبو الدهب
نعم. خد الصندوق ده وديه لأسعد بتاع أبوير وهات منه 12,000 جنيه. حاضر يا معلم. وبعد ما تخلص معاك اشتري فخدة ضاني وخمسة كيلو تفاح وديهم على الست صفية. أمرك سريع. بدور على مين اصلا؟ بدور على المعلم جابر صاحب المحل. انت ما عندكش نظر؟ مش شايف ان في كبسه؟ احنا مسكينه مخدرات. ايه؟ مخدرات؟ ده كلب صحيح. ماله البني؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. ما اعرفكش. ما اعرفنيش، انا مش من البلد دي خالص. اتكل على الله. ربنا يسترها في الطريق. كلمتين اللي على انفراد دول مش ممكن يستنوا للصبح؟ سيبينا لوحدينا شويه يا صفية. في ايه يا ابو الدهب؟ ما تروح لهدفك دغري. يا ده انا بموت نفسي في خدمتك. وانا بديك اجرته. انا مش عارف سبب سؤالك ده ايه. ما تفرش ورقك على الترابيزه يا واد. من غير لا شمال ولا يمين، حضرتك بتتاجر في المخدرات وانا اللي بشيلها. وايه يعني؟ هو احنا بنسرق؟ لا ما بتسرقش، بس بتودع حبل مشنقه. وانت عرفت؟ ايوه عرفت. وايه رايك؟ وانت رايك؟ وقف صوتك. اقول لك ايه؟ شيل ده من ده يرتاح ده عنده. وشغل اللي فات هطلع من الولوشي؟ ندفع الفرق. خد دول حلوين. انا راجل دغري وتجيب لي بضاعتك. طبعا مش ممكن اقبل اشتغل في المخدرات. زمان قالوا ما يعيبش الراجل اللي اجيبه، وانا بقول ما يذلش الراجل ويحط مناخيره في الارض اللي عدم قرشه. وانت انزليت بما فيه الكفايه، وانا فتحت لك الباب انت قفلته. خلاص متشكرين، باي باي. و...
جود باي. مع السلامة يا حبيبي وسك الباب وراك. يعني يا موت من الجوع وانا انا شغف من ما تقطعش الجوابات. لو ابني ومراتي ماتوا من الجوع وانا لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابو الدهب كان غيرك اشطر. روح بيتك كل يوم ومعاك قرطاس فاكهه وكل السخن ونام على السرير والبس هدمه نظيفه حلوه انت واللي انيهم، ولما ربنا يكرمك ويبقى معاك قرشين ابقى خبط على ضميرك يصحى وامسح اللي فات. ولا ايه؟ نفسك ليه؟ خطوة عزيزة يا ابو الدهب. يا اهلا، وانت كمان وحشني قوي يا اخويا. ايه ده كله؟ من 500 جنيه. يا لهوي يا اخو عدوينك، قالوا لي قشيتك بقت معدن بس ما كنتش اعرف انها بقت الماس. الراجل مطلع روحي. سيبك منه، انا لعبت سدادة. يخليك ليا. مش اخويا لحمي ودمي، مش حيلا جوزي المعفن. مع السلامة، مع السلامة يا اخويا. يجعل في حالك سكرة وفي عينك جوهرة مع ألف سلامة. الله، انت بتحب ابنك يا ابو الدهب؟ بحب ابني، ده انا بعبده بعد ربنا. بتحبني انا وبتخاف عليا؟ بعبده يا زينب، ولا اي حد في الدنيا غيركم. انت بتشتغل ايه يا ابو الدهب؟ انت عارف ايه بشتغل ايه؟ البن. في البن ولا في الحشيش؟ مفيش حاجه بتستخبى يا ابو الدهب. يا زينب، انت شلت هم كبير من على قلبي. هم؟ هم ايه؟ كان لازم اتكلم مع حد من لحم ودمي اقول له على اللي في قلبه وفضفض له. واحنا مش صعبانين عليك؟ اما انت مش صعبان عليك نفسك، ولا تروح في شربة ميه واحنا نضيع من وراك؟ طهور اللقمه اللي تيجي من الحرام يا ابو الدهب. اعمل ايه يا زينب؟ اعمل ايه؟ في ناس ما بتلاقيش لقمتها غير في الوحل، عاملين زي الصراصير لقمتها في البكابور، وانا مرحول مقصود من الصين. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هاكل يا اموت.